أكمل أحداث ودروس من غزوة تبوك. لما سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك تخلف أناس لعجزهم وأناس لنفاقهم، وثلاثة من الصحابة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، صحابة صادقين، لكن تخلفوا لأنهم تأخروا وتكاسلوا. قالوا الجيش يسير ببطء، كثير منهم ماشي غير راكب، ونحن على رواحل سريعة نلحق بهم. وتسبب التسويف بعدم مشاركتهم بالغزوة والتخلف عن جيش الإسلام. يقول أحدهم: لم أرى بالمدينة إلا عاجز أو منافق. لما عاد رسول الله من غزوة تبوك تعذر أناس بالكذب، فعذرهم عليه الصلاة والسلام على ظاهرهم، لكن هؤلاء الثلاثة صدقوا واعترفوا بخطئهم. وقال كعب: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولأن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فأجل عليه الصلاة والسلام أمرهم وهجرهم وأمر بهجرهم. يقول كعب: حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. استمرت المقاطعة 50 يوما، بلاء عظيم. يقول كعب: فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. ذهب كعب لابن عمه أحب الناس إليه فما رد عليه حتى السلام. اعتزلوا الناس لأنه أخف عليهم. يقول كعب: بعد 50 ليلة، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوتا صارخ بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه: والله ما أملك غيرهما يومئذ. وتسابق الصحابة يبشرونه بتوبة الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.